اللي هو جاي مستحق، قلنا جاي تاخد ويتباعد عن طريق مديرية المديرية ويتباعد هنا القاهرة. من فضلكم أهم حاجة قبل الموافقة، وأهم حاجة إن إحنا نفهمه إذا كان ليه حق هنقول له ليه حق، مالكش حق يبقى نقول له مالوش حق. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقص ورق يستكمل الورق. المقابلة دي هي أهم حاجة لخدمة المواطن. اتمرنت على النظام؟ اه الحمد لله تمام، كل الاستفادات ان انا قدرت ان انا اوصلها بشكل مباشر وقدرت ان انا اتعامل معاها. تمام. حضرتك اسمي نجي عبد الرحمن مسؤول حاسب ايه؟ تمام. ايه اللي بتعمله؟ متاح عندنا بدل فائت بدل ديلف اصدار بطاقه فصل اجتماعي زوايا القناه فرمانه. طيب من فضلك بس كل المستندات تبقى مستندات مميزه صح؟ البطاقه العنوان الجديد تبقى متغيره، الفصل الاجتماعي يبقى عنوانه مختلف عن عنوان الفصل، الزواج او الطلاق يبقى شهاده مميزه. ليه؟ لو جاب شهاده غير مميزه هتدخلي على الهاتف مش هتشوفها. بنقول له من فضلك روح انزل الشهاده الممكنه، مجرد انه بيجي الشهاده الممكنه احنا رابطين دلوقتي مع كل قواعد الولايات المختلفه، فبتنام عندنا وبتنام انها متزوج او فاتح. المواطن مستعد يعمل كل الاجراءات اللي تحقق ليه الخدمه، فمفروض نوريه توجيه جيد بحيث ان هو يستطيع ان يحصل على الخدمه. انما ما تقولوش ورقه في ناقص ما تزعلوش مني. لا 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 ايه بقى بقول لكم ايه؟ ما حصلش عندنا مش عندكم؟ طيب عندنا انا بقول لكم لازم يبقى مع الناس في قواعد. انا ما شفتش بني ادم الا اللي فهم في القواعد، قد لا يكون مبسوط انما هيبقى عارف ايه القاعده. فهي القواعد دي خلاص لا يكمل ورقه يا ما يكملش. انما ما بيبقاش الشكوى اللي بتقول ايه؟ انا سلمت في المكتب وبقالي 6 اشهر ما حدش رد عليا. بتسمعوا دي؟ اه هسمع. الله اكبر الله. طب ما احنا زي ما بنسمعوها طيب طالما بتسمعوها اذا في حاجه خطا. حاجه من الاثنين، يا ورقه كامل يا ورقه مش كامل. ورقه كامل لازم يرد عليك. امال ليه احنا بناخد الموبايل؟ عشان نتواصل معاه. تواصلتي؟ رب يقدر يوري ده عمل ايه؟ ايوه حبيبي عشان اختم معاك. ايوه يا فايز. لا مع الوزير مع فكرات اللي بتقول من بره ايوه اذا كان عندنا نقص معين اسمعوا يا جماعه اذا كان عندي مواطن نقص يستكمله وبالتالي نستطيع ان نؤدي الخدمه دي. محدش مفروض ياخد اكتر من حقه ولكن اللي ليه حق لازم ياخد. تمام مبروك. ربنا يبارك فيك. حاضر ممكن نقعد هنا ندخل على لف هنا. صور ولا فيديو بقى؟ صور؟ صور على فكرة؟ خد قدام يا راجل. خد قدام. لا مش كده مش كده 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 كده. شوفوا لينا شوفوا لينا. وشوفوا اضافوا كده عشان انتوا عدد كبير. اضافوا كده وهو واقف قدامكم. صف لا لا اهتمامات مش صور غير اهتمامات. خليكوا قدامه وانا اصور.
تعالوا كده الجنب الثاني يجي ناحيه كده. زمان نرجع ولا رفع. زيكم.